ما هي صورة العينة وما هي صورة التورق وما حكمهما؟ العينة أنك تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على صاحبها بثمن أقل، بثمن حال أقل من المؤجل، هذه العينة، هذه حرام لأنها ربا وجعل البيع حيلة فقط، ولا هي ربا لأن سلعته رجعت إليه، أخذها بثمن أقل ويبي يأخذ منك الثمن المؤجل فيما بعد، هذا ربا، بيع نقود بنقود أكثر منها مؤجلة والسلعة حيلة فقط باسم البيع، هذا حرام. وأما التورق فأنت تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غير الدائن لأجل الانتفاع بثمنها، هذا جمهور أهل العلم أجازوه لأنه بيع ولم ترجع السلعة إلى صاحبها وإنما بيعت على غيره وانتفعت بثمنها في الوقت الحاضر وتسدد قيمتها فيما بعد، هذا لا بأس فيه لحاجة الناس إلى هذا، هذا بيع وشراء ما في شيء إن شاء الله، وللحاجة الحاجة داعية إلى هذا، لو لم يفتح للناس هذا الباب لذهبوا إلى الربا، القرض من البنوك للربا. نعم.